يقول من جاء واعتمر عن نفسه هل يجوز له أن يخرج للتنعيم ويحرم ليعتمر عن أمه أو أبيه؟ يجوز هذا، لكن الأفضل أن يبقى في المسجد الحرام يصلي فيه صلاة الواحدة عن 100,000 صلاة، يطوف بالبيت، يعتكف فيه ويجلس حول المسجد والعاكفين، هذا أفضل من العمرة. نعم، ويدعو لوالديه ولمن شاء.